ممكن اعرف من حضرتك اسعار التذاكر الجديدة؟ في عم كمال بقى وكيل الناظر هناك. ازيك عم كمال؟ قول لي حضرتك التذاكر كانت كام وبقت كام؟ كانت بثلاثة، بقت بثلاثة ونص. طيب تمام. والاتوبيسات دي مكيفة؟ لا. بتروح لغاية فين؟ أو الأتوبيس دي؟ على الأول. تمام. أنت حضرتك بقى كنت بتركب المشوار ده بكام قبل كده؟ الأتوبيس كان ب2 ونص و2 جنيه. تمام. كلهم بقوا ب3 ونص. وأنا مش معترض على الموضوع ده على فكرة. أنت ليك حاجة يا ابني بقى إيه؟ قلت ليك 3 جنيه حاجة؟ ما تجيب 2 جنيه وخد 5. قعدنا في البيت. أه والله من ساعة المواصلات ما غلت، قعدنا في البيت. عشان يعجب الناس. انت شايف حضرتك ان الزياده دي كبيره؟ زياده كبيره جدا، ما انا بركب 4 مواصلات او 3 مواصلات، اما اقعد 18 جنيه في اليوم او 16 جنيه في اليوم، انا بقبض كام يعني؟ عشان انا ادفع كل يوم 16 جنيه مواصلات بس، غير اكل وشرب بره. القبض كله كام اصلا؟ اما اقبض 1200 وادفع 600 جنيه مواصلات. ها؟ غير اكلنا وشربنا. والله بقالي 15 يوم قاعده في البيت. نسبة كام في المية من الناس اعترضت على ارتفاع سعر الأسعار؟ لا قليل جدا. قليل. كام يعني؟ يا بتاع 20% اللي معترضين أو 15%. كلنا تعبانين منها، بس لازم نفهم إحنا كمواطن مصري هتقول لنا إيه؟ غصب عننا لازم تحصل. تدخل جاي منين؟ من السياحة المضروبة، من اللي عايشين في بره في السعودية والكويت والخليج بيحولوا فلوسهم بره على البنوك الخارجية. قناة السويس، باب المندب عندك مقفول، هتجيب فلوس منين؟ كل الشباب اللي قاعدين على القهوة ينزلوا يشتغلوا بقى. يعني هتجيب منين؟ انت بتحارب بجميع انحاء العالم. حارب كل حاجة. سياحة مضروبة، انت والله حضرتك ازاي قناة السويس ما بتدخلها كام مركب بتدخلها؟ اقل من 4 دول بنشين في العالم. بس والنبي ما تتخانقوش. يعني اقل 4 دول في العالم. دلوقتي الاجره لو زادت ربع جنيه هو بيزودها لك نص جنيه. انا مركب دلوقتي 4 مواصلات ارقامهم بالله. ماشي. ما هو العيب في اللي بيشتري. وبعدين في ناس بتركب 5 مواصلات، في ناس بتسافر، ده كله منين؟ منين الناس هتجيب ده كله؟ غير اكلنا وشربنا وايجارنا. هنعمل اكتر من كده بصراحه. الناس جابت كلامها كلامها مظبوط، بس احنا لازم نعرف ان الموقف كده غصب عننا. طيب انت من اقل 4 دول بنزين في العالم. والله العظيم انا اقول لحضرتك بالصومال لتر البنزين، بالصومال لتر البنزين ب 15 يورو وفي المانيا ب 15 ونص. يعني الدوله اقل منك بقد ايه واعلى منك بقد ايه؟ انت احنا عاملين زي الدوله، عاملين زي واحد عنده 5 عيال، اقل واحد فيهم عنده 40 سنه ما بيشتغلوش. ماشي وستي، ما يكونش ليا معلش تاكل ولادك تعيش ليه؟ اتكلي على الله بقى. انا عارفه احط الكلام ده كله، انا عارفه الكلام ده كله نعمله. احنا لازم نتماسك.